تسبيقات حارة من فضلكم للفائز بهذه المرحلة حمان لوك. الجمهور الصيفي كان في الموعد واستقبل القافلة بحفاوة. نحن جد راضون لحد الآن على كل المراحل التي مرينا بها، كل الولايات. الوفود الأجنبية سعيدة جدا بتواجدها هنا في الجزائر، وكانت زارت عدة أماكن سياحية من خلال مرورنا بعدة ولايات لديها تنوع ثقافي ثري. نحن جد سعداء، نتمنى أن المراحل المقبلة تمر في ظروف ممتازة.